فمن تشبه بقوم فهو منهم. مثل بعض الناس الآن مثلا يعني يأتي ويقول لك مثلا هابي نيو كريسمس أو هابي نيو يير أو يقوم بالتهنئة بذلك، نقول هذا إجماع العلماء قديما وحديثا لا تجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، هذا إجماع. وكذب من قال أن ابن تيمية رحمه الله قال بجواز ذلك بضابط المصلحة، نقول هذا كذب، ما قال ابن تيمية ولا قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام كلام واضح مجموع الفتاوى، وفي الصارم المسلول على ما بدل دين، وفي اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، وعنه تلميذه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وقال الشيخ ابن عثيمين وهذا عليه الإجماع، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله ابن حزم في مراتبه، ونقله المنذري، ونقله ابن قدامة في المغني وغيره. فدونكم من هؤلاء الذين أصابهم تحور الفتوى كما تحورت كورونا من دلتا الألفا البيتا جاما أو ميكرون، فكان يقول لك بضوابط، بعدين قال لك يجوز، بعدين قال لك يستحب، بعدين قال لك واجب التهنئة. يقول هذا كله كلام باطل، وعليكم بالعتيق الأولي، عليكم بغرز اللجنة الدائمة، الشيخ بن باز، العثيمين، بن جبرين، الفوزان، عليكم بلزوم غرزهم. ولا ينبغي كلما وجدت فتوى من هذه الفتاوى والتاؤسين مزكمة الأنوف أنك تقوم تنشرها كشيطان العقبة، لا، اجعلها في الجنك ميل يسموه عندك، في الزبالة عندك، لا تنشر هالكلام، انشر كلام من؟ انشر كلام أهل العلم الراسخين. وكما قال ابن مسعود عليك بمن مات فإن الحي تخشى عليه الفتنة، فإن الحي تخشى عليه الفتنة. ناشطين السنابات وكل ما هو آت آت، واللي مضيع وقته على 70 حرف في تويتر نقول لهم حنانيكم كيب كول، اهدى شوية، وكلما وجدت شيئا وشيطان كالعقب وجدت تنشر بين الناس، ما ينبغي مثل هذا أيها الكرام الفضلاء. إذن ما فادت هالمجالس التي نجلسها ونحن كل مجلس نقول عليكم بغرز من؟ الأوائل والعلماء، عليكم بغرز من مضى من أهل العلم، من شهد لهم القاصي والداني بماذا؟ بالعلم. أقصد البحر وخلي القنوات وبنيات الطريق، هذا الذي ينبغي أن يكون من كل مسلم محب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. تهنئ بماذا؟ تهنئ بالإله أم بابن الإله؟ السماوات والأراضين والجبال في أمر عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه، وفي قراءة ينفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كل الدنيا فيه أمر مريج عظيم جدا من هالفرية ومن هذه الكذبة. تهنئ بماذا؟ تعرف أنت لما تقول هابي نيو كريسمس وش معناها؟ تهنئ بماذا؟ كريسمس، كريستماس، الكلمة مكونة من جزئين، كريستماس يعني ابن الصليب، ابن الإله، هذا معناها. النصارى أنفسهم ينقسمون إلى نصارى الغرب ونصارى المشرق، الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، ومعهم البروتستانت والإنجليين واليعقوبيين إلى غير ذلك. هم أنفسهم مختلفون في مسألة كنه عيسى، هم في أمر مريج، منهم من يقول هو ليس بإله ولا ابن الإله ولا أصل النبي، ما في شيء اسمه عيسى، هذه قال عبارة عن illusions، هذه عبارة عن كذبة كذبتوها على الناس. هم في أنفسهم مختلفون، ومنهم من قال لا هو يوم 25 ديسمبر نصارى الغرب، ومنهم من قال لا نصارى المشرق البروتستانت الأرثوذكس مصر والحبشة وغيره، يقول لك لا 1 جانيوري 1 يناير، وهو عبارة عن إله تجسد. ومن أعجب ما رأت عيناي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، امرأة لها طفل عمره 9 سنوات يعني في الصف الثالث الابتدائي أو الرابع، تسأل باباهم فتقول له اللاهوت والناسوت، اللي هو أن اللاهوت والناسوت اللي هو الروح والبدن، لم يفترق طرفة عين، يعني دائما اللاهوت مع إيش؟ مع الناسوت. قالت طيب لما عيسى لم يتجسد
أين كان؟ قال كان في بطن أمه. قالت ماذا؟ قال جنينا. قالت فين الناسوت؟ فبهت الذي كفر. سكت هنا بابا وما عرف يتكلم. والمقطع موجود على اليوتيوب من داخل الكنيسة. فغير الموضوع، قال له الولد المعجزة هذا فين؟ جيبوه لنا، إلى غير ذلك. هم أنفسهم لا يعرفون. حتى في قضية 25 ديسمبر والفيرست اوف جانيوري، هذا التأريخ إنما جعل فيما يسمى الانقلاب الشمسي، فهذه عقيدة النصارى عقيدة وثنية، إنما هم يعبدون إله الشمس ميثرا. وهذا وضع سنة 592 قبل الميلاد في مجمع نيقيا. هم الذين وضعوا هذه التأريخ من باب أن يحولوا العقيدة النصرانية للعقيدة الوثنية، فقالوا الانقلاب الشمسي يحدث ما بين 25 إلى 1 جانيوري، فمن يريد من نصارى الغرب يخليهم 25 ديسمبر هو ميلاد المسيح، ونصارى الشرق جعلوه 1 جانيوري، وهم يعبدون إله يسمى إله ميثرا اللي هو إله إيش؟ إله الشمس. هذا يسمى الانقلاب الشمسي، اللي هو التحول من فترة الشتاء إلى الدخول في الربيع. وقال بارينز وهو من علماء النصارى، وقال إن قضية مولد عيسى أصلا في الشتاء هي ليست صوابا. وهزي إليك بجذع النخلة، قالوا النخل يكون ماذا؟ يكون في سبتمبر أكتوبر بتاريخهم هم، يعني في الصيف، وليس في فترة ماذا؟ الشتاء. وإن كنا نحن نقول كما قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وإن هذه المسألة لا علم ينفع ولا جهل يضر، والمسألة لا تهمنا أصلا. لماذا؟ لأن ربما الله أجرى عليها الكرامات فأنبت لها تمرا في غير وقته، كما كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فيرد فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا. فإحنا ما يهمنا هالأمر متى ولد أو لم يولد، ما يهمنا هالأمر.